بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في هذه الحلقة نحن مع الآيات الأخيرة، مع الآيات الأخيرة من سورة يونس، ورأينا كيف أن هذه السورة الكريمة أقامت الأدلة على وحدانية الله، أقامت الأدلة على أن يوم القيامة حق، أقامت الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله، أقامت الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه، وطوفت بنا مع جانب من قصة سيدنا نوح مع قومه، ومع جانب من قصة سيدنا موسى مع فرعون ومع قومه أيضا من بني إسرائيل. وفتحت السورة الباب في أواخرها، في أواخرها للمشركين بأن يقتدوا بقوم سيدنا يونس الذين آمنوا قبل أن ينزل بهم العذاب، فقبل الله إيه؟ إيمانه. فلولا كانت قرية آمنت، يعني أهل قرية آمنت فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم جاءت الآيات بعد ذلك معظمها أو كلها، كان 10 آيات بقية في السورة، كلها للتثبيت ولتأكيد حسن عاقبة مين؟ المؤمنين، وسوء عاقبة مين؟ المكذبين، ولبيان أن الهداية إنما هي ممن؟ من الله تعالى وحده، من الله إيه؟ تعالى وحده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه عليهم أن يخلصوا الدعوة، أن يدعوا الناس، أن يدعوا الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى اتباع الحلال وإلى ترك الحرام وإلى اعتناق الحق وإلى اجتناب الباطل وإلى التحلي بالفضائل وإلى اجتناب إيه؟ الرذائل. واتركوا بعد ذلك النتائج لمن؟ إن عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا إيه؟ الحساب. فجاءت الآيات الأخيرة بهذا الأسلوب المؤثر، الأسلوب اللي يحرك المشاعر. فماذا قال سبحانه؟ قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب أين مفعول المشيئة؟ مش انتوا عارفين برضو اللغة العربية؟ لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب أين مفعول المشيئة؟ قال لك مفعول المشيئة، اسمع، ولو شاء ربك إيمان أهل الأرض جميعا لآمنوا. يبقى إيمان أهل الأرض أدي مفعول إيه؟ المشيئة. لو شاء ربك إيمانا أهل الأرض جميعا إيه؟ لآمنوا، ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك. ليه؟ ليتميز الخبيث من إيه؟ الطيب. واضح الكلام؟ يعني لو شاء ربك أن يجعل الناس جميعا مؤمنين لفعل، ولكنه عز وجل لم يشأ ذلك. ليه؟ لكي يتميز أهل الإيمان من أهل إيه؟ الكفر. ليتميز العاقل من غير إيه؟ العاقل.
ليتميز قوي الإيمان من ضعيف إيه؟ الإيمان. ليتميز من استحوذ عليه الشيطان ممن اتبع إيه؟ الحق وتغلب على إيه؟ على الشيطان. أدي معنى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم يقول القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كما قلنا كان حريصا على إيمان الناس جميعا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أسفا. إيه معنى باخع نفسك يا أخوانا؟ يعني لعلك أيها الرسول قاتل نفسك هما وغما، لأنك تجد أنك بتدعو إلى الحق وأتبعك إيه؟ قليل. القرآن يقول له لا، هون عليك صلى الله عليه وسلم، أشفق على نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيد. أنت عليك البلاغ وعلينا إيه؟ الحساب. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم أسلوب الخطاب الإنكاري، أفأنت، الهمزة هنا للاستفهام إيه يا أخواني؟ الإنكاري. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني أفأنت أيها الرسول الكريم في مقدورك إنك تكره الناس؟ لا، ليس في مقدورك أن تكره الناس، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ليس معنى ذلك أن تسكت، لا، أنت عليك أن تبلغ وأن تشرح الإسلام. وقلنا كل خطاب للرسول هو خطاب لمين؟ لأمته، وبصورة أدق للعلماء بصفة خاصة. ليه؟ علشان ينهجوا نهج مين؟ الرسول. ما يقصروش في أداء الدعوة، ما يقصروش في تبليغ الناس، ما يقصروش في بيان الحلال وبيان الحرام، ما يقصروش في بيان الحق من ايه؟ من الباطل. ليس معنى الآية أن الله يأمر نبيه بالسكوت، لا، الآية معناها عليك أيها الرسول أن تجتهد في تبليغ الناس دعوة الحق، وعلى أمتك وعلى أتباعك من الرجال ومن النساء أن يقتدوا بك وأن يجتهدوا وأن ينشطوا في بيان الحق من إيه؟ من الباطل، وأن يبينوا للناس أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده إيه؟ دينا، وأن إخلاص العبادة لله هذه الدعوة هي مهمة كل مين؟ كل نبي وكل رسول. كل نبي جاء لقومه كانت الكلمة الأولى التي يقولها لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. اجتهد في ذلك، لكن إنك لا تهدي من أحببت، وأنت بعد أن تبلغ الرسالة في هذه الحالة نم وأنت مطمئنا، لكن لا تتعب نفسك أكثر من إيه؟ من اللازم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم تأكيد جديد، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن، يعني وما صح وما استقام أن تؤمن نفس، أي نفس، أنا أو أنتم أو الخلق منذ أن أوجدهم الله إلى أن تقوم الساعة، من الذكور والإناث، إلا بمشيئة من؟ الله عز وجل. هذه معنى الآية، يعني ما صح وما استقام
أن توجد نفس مؤمنة إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. برضو نأتي إلى سؤال يعني نحو شوي، لغة عربية اللي بنقول لكم تذوقوها وتعلموها. ويجعل الرجس، طب يجعل دي معطوف على إيه؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، كلام واضح. طب ويجعل الرجس ده معطوف على إيه؟ قال لك ده معطوف على كلام محذوف، وتقدير الكلام إيه؟ خلاصته وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فيأذن الله تعالى لمن يشاء من تلك الأنفس بإيه؟ بالإيمان. فيأذن الله عز وجل لمن يشاء من تلك الأنفس بإيه؟ بالإيمان فيؤمنوا. طيب والباقي؟ قال لك ده ويجعل الرجس على الذين إيه؟ لا يعقلون. واضح؟ يبقى تقدير الآية الكريمة وما كان لنفس أن تؤمن في حال من الأحوال إلا بإذن الله، وفي هذه الحالة فيأذن الله لمن هم شاء لهم الإيمان، فيأذن لهم بإيه؟ بالإيمان لتلك الأنفس الطاهرة النقية، ويجعل الرجس على مين؟ على الذين لا يعقلون. ولذلك نجد العلماء عندما فسروا هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، المعنى ولو شاء ربك يا محمد إيمان أهل الأرض كلهم جميعا لآمنوا دون أن يتخلف إيه؟ أحد. ولكنه سبحانه إيه؟ لم يشأ ذلك، لم يشأ ذلك، لأنه مخالف للحكمة، مخالف للحكمة. طب وإيه هي الحكمة؟ قال لك مخالف للحكمة التي عليها أساس التكوين والتشريع والإثابة والمعاقبة، فقد اقتضت حكمته أن يخلق الكفر والإيمان، وأن يحذر من الكفر، أن يحذر من الكفر وأن يحض على إيه؟ على الإيمان. ثم بعد ذلك من كفر فعليه تقع عقوبة إيه؟ كفره، ومن آمن فله ثواب إيه؟ إيمانه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، والمعنى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فيأذن لمن يشاء من تلك الأنفس بالإيمان، ويجعل الرجس على الذين، أي الكفر، الرجس بمعنى الكفر، ويجعل الرجس أي الكفر وما يترتب عليه من عذاب على مين؟ على الذين لا يؤمنون، ثم على يعقلون. ثم اسلوب التلقين اللي هو الفعل ايه؟ فعل الامر، قل، قل فعل امر، قل ايها الرسول الكريم للناس جميعا، قل لهم انظروا ماذا في السماوات والارض. والمراد انظروا هنا ايه يا اخوانا؟ مجرد النظر؟ لا، اعتبروا وتأملوا وتفكروا ماذا في السماوات والأرض من عجائب. سماء من فوقنا، أرض من تحتنا، شمس تخرج في وقت معين لا يتخلف، ومن جهة معينة، وتغرب في وقت معين وفي جهة إيه؟ معينة. هل سمع منكم أحد بأن الشمس أشرقت من المغرب؟ أبدا. نظام ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انظروا ماذا في السماوات والأرض من كون منظم بديع. وما تغني الآيات والنذر
عن قوم لا يؤمنون. كأن الله تعالى يقول العقلاء عليهم أن ينظروا وأن يتعظوا، ولكن والعياذ بالله من انطمست قلوبهم واستولى الحقد على قلوبهم، لأنهم كثيرا من المشركين كانوا يعلمون أن الرسول صادق، كثير من المشركين كانوا يعلمون أن الرسول صادق، طب لكن ما الذي منعهم من الإسلام؟ الغرور والحقد، كما قال أبو جهل محمد من بني هاشم وأنا من بني مخزوم، طب لماذا تكون النبوة في بني هاشم ولا تكون في بني مين؟ مخزوم. يعني معنى ذلك لو كانت النبوة في بني مخزوم هو آمن، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واضح؟ فالقرآن الكريم يقول انظروا وتأملوا، انظروا الرسول جاءكم بقرآن وجاءكم بالحق وجاءكم بالهدايات ولم يحرم شيئا عليكم هذا الشيء فيه منفعتكم، وإنما حرم عليكم الخبائث وأحل لكم طيبات، فلماذا تبتعدون عنه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لكن في الوقت نفسه وما تغني الآيات والنذر عن قوم، زي ما بيقول المثل اتعلم في المتبلم يصلح، ما تغني، تعلم وتعلم وتعلم، لكن مين اللي يفقه العلم؟ اللي هم أصحاب القلوب المستنيرة، أصحاب العقول الذكية، أصحاب الفطر النقية. وما تغني الآيات والنذر، يعني وما تنفع الآيات والنذر عند قوم، هؤلاء القوم إيه؟ استحبوا الكفر على الإيمان. فهل ينظرون؟ هل هؤلاء الذين استحبوا العمى على الكفر، الخطاب لمشركي قريش، فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ طب أيام الذين خلوا من قبلهم إيه؟ أن العقوبة نزلت على مين؟ على الكافرين، فكلا أخذنا بذنب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. القرآن بيقول لمشركي قريش المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم منتظرين أن يكون مصيركم كمصير السابقين؟ ليه؟ طب ما تدخلوا في الحق علشان تنجوا من ايه؟ من العذاب في الدنيا والآخرة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام، مثل أيام هنا بمعنى عذاب، يعني فهل ينتظرون إلا عذابا مثل عذاب مين؟ الذين خلوا ايه؟ من قبلهم. قل لهم أيها الرسول فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم تكون النتيجة ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. هذه النتيجة، كذلك حقا علينا ننجي مين؟ المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، كما أنجينا الرسول وأصحابه أيضا ننجي كل مؤمن وكل مؤمنة إلى يوم القيامة. ثم تختتم السورة بهذه الآيات الرقيقة الجميلة، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. إن كنتم أنتم في شك فأنا على يقين بأني على إيه؟ الحق. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ويملك آجالكم، وأمرت، الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت أيضا وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أمرت أن أسلم وجهي لمين؟ لله. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا معنى الحنف الميل من الباطل إلى إيه؟ الحق، بعكس الجنف
الجنف الميل من الحق الى ايه؟ الباطل. ولذلك يقول القرآن فمن خاف من موص جنفا. جنف يعني ايه؟ باطل. ادي معنى الحنف والجنف. حنف يعني ميل من الباطل الى ايه؟ الحق. الجنف الميل من الحق الى ايه؟ الباطل. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو للعقلاء جميعا والعاقلات ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بل تكون خضوعك وتوكلك واتجاهك إلى مين؟ إلى الله وحده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت يعني فإن خالفت هذه الوصية فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ثم تختتم السورة وإن يمسك الخطاب هنا للرسول وللأمة كلها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية الأخرى اللي تشبه هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والشاعر الحكيم يقول ايه في أبيات رقيقة يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني الناس لا يستطيعون أن يجبروا عظما أنت كاسره ولا يستطيعون أن يكسروا عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. ثم تختتم السورة بقوله عز وجل قل يا أيها الناس. الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم قل أيها الرسول مناديا الناس جميعا قل يا أيها الناس عن طريق القرآن الكريم. قد جاءكم الحق من ربكم. الحق المتمثل في هذا القرآن، الحق المتمثل في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحق المتمثل في كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها على النفس ومن ضل فإنما يضل عليها أي على نفسه وما أنا عليكم بحفيظ. يعني أنا لست موكلا بأن أحفظ عليكم أعمالكم وإنما الذي يحاسبكم عليها هو من؟ هو الله. ثم تختتم السورة الكريمة بهذه الآية الكريمة الحكيمة الجامعة واتبع ما يوحى إليك أيها الرسول الكريم واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعني حتى يحكم الله بينك وبين أعدائك وهو خير الحاكمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتبعين للحق
ومن المتبعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.